مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض حلو بسيط وسهل بعجينة قطنية جدا بسيطة. طبعا بتلاقوا المقادير كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. بالبداية لاحظت أنا هون معلقتين من السمنة، فيكن تستخدموا زبدة أو زيت كمان. حضيف عليهم كوب من الحليب، خلطهم شوي صغيرة مع بعض. لاحط عليهم معلقتين بس من السكر ورشة صغيرة من الملح. حضيف كمان عليهم بيضة. بعد ما خلطتهم منيح لحط عليهم معلقة من الخميرة. هلا بصير بحط الطحين شوي شوي لحتى تتشكل عندي عجينة. بعد ما عجنت منيح دهنت هون الزبدية بشوي من الزيت ودهنت كمان العجينة. بحطها بغطيها وبتركها لحتى تتخمر تقريبا شي ساعة. طبعا بالنسبة للطحين انا استخدمت 3 كواب الا هذا الربع. بعد ساعة تخمرت عندي العجينة، صارت هيك بهالشكل، شايفين كيف صارت؟ هلا بدي اخذها لحتى شكلها. برش شوي من الطحين وبحاول اعملها على شكل رول. باخد هلا كرات هيك صغيرة وبرتبن، بضغط عليها شوي هيك لحتى تصير عندي كرة. هلا باخد كل وحدة وبمدها لحتى تصير عندي هيك رفيعة وطويلة بالشكل، وبلفن على بعضن وبتركها على جنب، وبكفي الكل بهالشكل. حطيتهم، انا غطيتهم بنايلون وبتركهم هلا يعني تقريبا 15 دقيقة بس لحتى يرتاحوا ويتخمروا شوي صغيرة. بدي جهز على السكر والقرفة. لحط كوب من السكر، لحط عليه بس معلقة واحدة من القرفة. جهزتهم انا قبل هلا يعني لحتى لما بدي احطهم انا عليه لازم يكون المعجنات تكون سخنة. وتخمرت كمان، هي صارت عندي هيك بالشكل، نفشوا شوي. هلا بدي اخذهم لحتى اليون. مجهزة انا هون الزيت حميته، طبعا ما لازم يكون معكم يعني ما لازم تحموا الزيت كتير لحتى ما تتحمر من برا وتضل طرية من جوا. بتقلبون هيك كل شوي لحتى تتأكدوا انه هي تحمرت من كل الجهات ولحتى تنفخ معكم. شايفين كيف؟ بتستمروا بتقليبها. بعد ما تحمرت صارت هيك بهالشكل، شايفين المنظر ما احلى. هلا برفعه من على النار. هلا والمعجنات وهي حارة لازم نحطها بالسكر والقرفة مع بعض، عشان هيك انا جهزتها من قبل. حط عليها وبصير بحط السكر والقرفة شوي عليك شوي شوي، بحاول انه غطيها كامل بالسكر والقرفة. شايفين هالمنظر؟ هلا بكفي الكامل كلياتهم. هذا هو حلو اليوم، شايفين قديش بسيط وسهل، ما بياخد منكم كتير وقت، طعمته جدا جدا طيبة. شايفين كيف بيكون شكله من جوا؟ بتمنى انكم تجربوه. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا من اللايك والاشتراك، ونشوفكم بالفيديو الجاي.